عليكم، انا اسمي اسراء ابراهيم. هنبدا نشرح النهارده محاضره الفسيولوجيكال تشينجز ديورنج البريجنانسي، هي اندر سوبرفيجن اوف دكتور سميه اوده اسيستنت بروفيسور اوف اوبستاتريك اند وومنز هيلث نيرسينج فكاليتي اوف نيرسينج بنها يونيفرستي بريبيرد باي نسمه عبد العزيز واسراء ابراهيم. ايه هي الاوبجكتيف؟ عندي جنرال اوبجكتيف، قال لي as the end of the lecture the post graduate student will be able to understand and gain comprehensive knowledge about normal physiological changes during the pregnancy. بعد كده اللي هو السبيسيفيك اوبجكتيف، اول حاجه ليست التشينجز ان الريبرودكتيف سيستم هرمون تشينج ريليتد تو البريجننسي، ايدنتيفاي البريست تشينجز ريليتد تو البريجننسي، ديسكرايب الافكت اوف البريجننسي اون السكين، ديسكاس التشينجز ان ذا كارديو فاسكولار سيستم دورنج البريجننسي اند ذا افكت اون الكارديوك اوتبوت اند البلاد بريشر. سيب لنا التشينجز ان ذا بريجننت وومن ريسبيراتوري ديجستيف والورينري سيستم. List metabolic changes in response to pregnancy. Discuss the musculoskeletal changes during pregnancy. ايه هي الاوتلاين اللي عندنا في المحاضره؟ اول حاجه عندي الانترودكشن، الديفينيشن، التشينجز اللي بتحصل انكلودنج ايه، اول حاجه الريبرودكتيف سيستم تشينجز، البريست تشينجز، السكين تشينجز، كارديو فاسكولار سيستم تشينجز. هيماتولوجيكال تشينجز، ريسبيراتوري سيستم تشينجز، جاسترو انتستينال سيستم تشينجز، بسيتشر اندوجين تشينجز، بودي ويت تشينجز، ميتابوليك تشينجز، يورينري تراكت تشينجز، ماسكولوسكيتال تشينجز. اول حاجه عندنا الانترودكشن، قال لي ايه في الانترودكشن؟ قال لي ان اثناء الحمل بيحصل للست الحامل دي تغيرات فسيولوجيه علشان خاطر انها تمد الجنين بالتغذيه والكافيه اللي هو يكبر يعني، وعشان برضو ان انا اقدر افرق بين اللي هي الحاجات اللي هي النورمال والابنورمال اللي بتحصل في الست الحامل. يبقى during the pregnancy the pregnant woman undergoes significant anatomical and physiological changes in order to nurture and accommodate the developing fetus. These changes begin after conception and affect every organ system in the body. It is important to understand the normal physiological change occurring in pregnancy as this will help differentiate from adaptations that are abnormal. هو الديفينيشن قال لي اللي هو الماتيرنال فيسيولوجيكال تشينجز ان البريجنانسي، ده بتكون ادابشن دورنج البريجنانسي، ان الست بتتكيف مع التغيرات اللي بتحصل دي. ذات ذا وومنز بادي اندر ويز تو اكوموديت ذا جروينج امبري اور فيتوس، عشان تغذي او تمد الجنين بالتغذيه. بعد كده اللي هي التشينجز دي بتشمل ايه؟ ريبرودكتيف سيستم تشينجز، بريست تشينجز، سكيت تشينجز. Cardiovascular system changes, hematological changes, respiratory system changes, gastrointestinal system changes, bacterial endogen changes, body weight changes, metabolic changes, urinary tract changes, musculoskeletal changes. أول change بيحصل عندنا في reproductive system changes بيحصل عندي إيه؟ أول حاجة بالنسبة للفالفا، قال لي الفالفا بتكون soft violet in color نتيجة الانكريز في الباسكولاريتي. تاني حاجة بيحصل اديما الفاجينا، اللي بيحصل في الفاجينا اللي during pregnancy ان المسل لير بيحصل فيها hypertrophies and الاستروجين بيسبب الفاجينا الابيسيليم to become thicker and more vascular lead to a violet color the vagina produce. برضو ان الفاجينا بتبدأ انها تفرز، بيزيد الافرازات اثناء الحمل producing lactic acid lead to more acidic white بتخليها بتكون الاسيدز بتاعتها بتزيد، وبالتالي بتفرز حاجة اسمها white vaginal discharge known as leucorrhea. السيرفكس اللي هو عنق الرحم اللي بيحصل فيه، قال لي under the influence of البروجسترون، تحت تأثير البروجسترون the mucosa gland distended and increased in the secretion of thick vesicles mucus discharge from cervical bone which provide protection from ascending infection، اللي هي بتحمينا من الانفكشن. during the pregnancy the cervix become softer and swollen and increase the vascularity make it look bluish in color.
بعد كده اليوترس، اللي بيحصل في اليوترس بيحصل في اليوترس تغير في الويت وفي الشيب وفي السايز. اول حاجه بالنسبه للويت، اللي اليوترس ده بيكون حجمه قبل البريجنانسي حوالي 60 جرام، بعد البريجنانسي او في نهايه الفول تيرم نهايه البريجنانسي بيكون وزنه كيلو جرام. شيب في اليوترس، شكل اليوترس بيكون سوفت جلابيورال باي ذا 8 ويك اند بي فورم فروم ذا 16 ويك تيل تيرم. بعد كده اللي هو السايز اوف اليوترس، هو الحجم بتاع اليوترس بالنسبه للهاي والويدس والدبس. في الهاي اللي من توب تو بوتوم بيكون حوالي الطول بتاعه حوالي من 7.5 ل 30 سنتي. في الويدس السايد تو سايد اللي هو الوسع بتاعه بيكون من 5 ل 23 سنتي. في الدبس فرونت تو باك بيكون من 2.5 ل 20 سنتي. بعد كده اللي هو الاندوميتريوم اللي هي بطانة الرحم، ده انا بقولها عليها اندوميتريوم على اسمها اندوميتريوم، اما في الستات الحامل بقول عليها الديسيدوا. يبقى الديسيدوا از ذا نيم جيفن تو ذا اندوميتريوم، هو اسم بديل الاندوميتريوم خلال البريجنانسي. اندر ذا افكت اوف البروجسترون اند الاستروجين بيقام سيكنج اند انكريز ذا فاسكولاريتي اوف ذا لينينج اوف ذا يوترس. بتكون بتبدأ انها تكون سميكة اكتر من ايه من الاول. formed after embedding of the blastocyst. الديسيدوال فانكشن، ايه هي وظيفة الديسيدوا دي؟ اول حاجة بيقول لي انها بتعمل maintain the function of the uterus during the pregnancy، بتحافظ على وظيفة اليوترس اثناء البريجنانسي. تاني حاجة ال spontaneous labor، بتحفز الولادة. result from activation من الديسيدوا with the prostaglandin following withdrawal of the placental hormone. الديسيدوا and trophoblast also produce relaxing to promote myometrium relaxation and may have a role to play in cervical remnant and rupture of the fetal membrane. بعد كده بيقول لي انه في خلال ال 12 ويكس من الجستيشنال ايج انا بحس الفاندس بتكون بين من عند الابدومين كده above the symphysis بوت. size of uterus usually reaches its peak about 36 اسبوع من الجستيشن. the uterus usually rotates to the right، بيقول لي ان اليوترس بيكون متجه ناحية الجانب الايمن. نتيجة ايه؟ نتيجة للبريزنس اوف الريكتوسوميت كولن on the left side of the pelvis. تاني حاجة اللي هو البراكسون هيكس كونتراكشن، دي بتكون الريجولار مايلد اللي هو الانقباضات اللي بتحصل في الرحم، دي بتكون الريجولار مايلد يوترين كونتراكشن اوكر ثرو اوت البريجنانسي. this generally painless contraction assist in uterine and placental circulation. في نهاية الأسبوع بس 16 أسبوع the isthmus and the cervix develop into the lower uterine segment which is thinner and contains less muscle and blood vessels in the corpus. بعد كده اللي هو الميومتريوم اللي هي عضلات الرحم. under the influence of the estrogen in early pregnancy uterine growth due to hyperplasia increase the number of cells, hypertrophy increase in size of the cell lead to 3 layer of the myometrium. The outer longitudinal layer of the muscle fibers, the middle oblique layer from a figure of 8, the inner circular. بعد كده اللي هو الفليبيان تيوب. الفليبيان تيوب قال لي انها بتكون becomes elongated بتطول stretched يحصل لها تمدد and its vascularity is increased. بعد كده الاوفرز، اللي بيحصل في الاوفرز قال لي بص اوفرز are enlarged due to increase للفاسكولاريتي، بيحصل زيادة في الحجم بتاع المبايض نتيجة لزيادة الفاسكولاريتي والإديمة particularly that containing the corpus luteum اللي هو الجسم الأصفر. an ovulation بيقول لي الافيوليشن بيبدأ ان هو يحصل suppression نتيجة لإيه؟ نتيجة للي هو للسبريشن في الهرمون FSH والLH اللي هما مسؤولين عن اللي هو المنستروشن. نتيجة ده بيحصل نتيجة ايه؟ نتيجة الهاي ليفل اوف الاستروجين اند البروجسترون. بعد كده الهرمونال تشينجز ديورنج البريجنانسي، ايه هي الهرمونال تشينجز ديورنج البريجنانسي؟
اول حاجه قال ان هو اللي هو الهيومن كورونيك جرونتوتروفين ال اتش هيومن الهرمونال تشينجز دورينج البريجننسي اللي هو ال اتش سي جي. قال لي ال اتش سي جي دوت بيزيد في البريجننسي خاصة في الأول فيرست تريمستر لحد ما البلاسينتا تتكون وتبدأ إنها تقوم بالوظيفة بتاعتها. اللي زي تروفو بلاست سيكريشن اتش سيكريتس ال اتش سي جي ان ايرلي بريجنانسي ذس هرمون ستيمليت البروجسترون اند الاستروجين برودكشن باي ذا كوربس ليوتم تو مينتين ذا بريجنانسي انتل ذا بلاسينتا از ديفولوت. بعد كده الهيومن بلاسينتا لاكتوجين ديكريز الماتيرنال ميتابوليزم اوف الجلوكوز تو فيفر فيتال جروث. بعد كده اللي هو الاستروجين. الاستروجين ده اوريجينالي باي ذا كوربس ليوتم بيتفرز يعني طبيعي بواسطة الجسم الاصفر is produced primary by the placenta as early as week 7. الاستروجين استيميليت بيعمل استيميليت لوترين ديفلوبمنت بيتطور بيعمل لوترين ديفلوبمنت it also helps develop the ductal system of the breast in preparation for lactation. بيحفز الغدد اللي موجوده في البريست عشان تبدا انها يحصل ايه لاكتيشن. البروجسترون البروجسترون ده بيلعب اللي هو بلايز ذا جريتست رول ان مينتيننج بريجنانسي ده بيلعب دور مهم جدا في الحفاظ على البريجنانسي. ات مينتين ذا اندوميتريوم اللي هي بطانه الرحم ده بيحافظ عليها اند انهبيت البريزمنتين والسيترين كونتراكشن وبي ايه وبي بيعمل بيقلل الانقباضات اللي بتحصل في الرحم. ات هيلبس ذا بريست ان بريبريشن فور لاكتيشن بيساعد البريست ان هو يعمل بريبريشن يحضر اللاكتيشن. ات هاز اذر افكت اون بلاد فيسل اندوجين. بعد كده هرمون الريلاكسين. ريلاكسين از ديتكتابل ان ذا سيروم اوف البريجننت وومن باي ذا تايم اوف ذا فيرست ميست منسترال بيريد. ريلاكسين انهبيت اليوترين اكتيفيتي ات ان سوفتنج اوف ذا سيرفكس بيساعد ان السيربكس يكون سوفت. البروستاجلاندين البريجنانسي البروستاجلاندين ده بيكون ليبيد سبستانس ان هو بيعمل الرايس فروم موست بادي تيشو بات اوكر ان هاي كونسنتريشن ان فيميل ريبرودكتيف تراب اند ار بريزنت ان ذا ديسيديوا دورنج البريجنانسي ات هاز ان اكتيف رول تو ستارت ذا ليبر. بعد كده البريست تشينجز ايه هي التغيرات اللي بتحصل في البريست. قال لي ان early pregnancy the breast may feel full or tingle يعني البريست بيبدا ان هو احس بتقل فيه وبيزيد في السايز بتاعه كل ما كل في الحجم بتاعه يعني كل ما الحمل بيكبر او كل ما الحمل بيتقدم كل ما بيحصل زيادة في حجم البريست. تاني حاجة ان الاريولا اللي موجودة حوالين النبل بيكون مور داركن يعني بتبقى بني اكتر من الاول عند الديامتر بتاعها بيحصل له انكريز. البروجسترون برضو بيسبب النبل انها تكون مور برومنانت اند موبايل انها تكون بارزة. بعد كده اللي هو المونتوجيماري جلاند اللي هي الغدد اللي بتبقى موجودة في البريست enlarges and tend to protrude بتكبر وبتبقى ايه متلاحظة كده. the surface blood vessel of the breast may become visible البلاد فيزل اللي في البريست بلاحظها نتيجة للحجم بتاع البريست بيحصل له زيادة to increase circulation and this may give a bluish tint to the breast. بعد كده الكوليسترولم اللي هو اللبن بتاع الثرثوب from mammary glands بري كوليسترولم secreted in early second trimester سكند تريمستر الكوليسترولام دوت بيبدا ان هو يتفرز في الثيرد تريمستر. بعد كده السكين تشينجز هي التغيرات اللي بتحصل في السكين. اول حاجه السكين اندرويز هايبر بيجمنتيشن ده بتكون نتيجه انكريز البرودكشن اوف الميلانوسايت ستيميليتنج هرمون بيبدا عندي يحصل حاجه اسمها الماسك اوف البريجنانسي اللي هو الكلوزما ده بيكون براونش بيجمنتيشن للسكين في الفيس والفورهيد and give the appearance like شكل الماسك كده. it begin بيبدا من 16 اسبوع ويبدا ان هو يزيد gradually increase بالايه كل بال يعني كل ما الحمل بيتقدم كل ما هو ايه بيزيد.
ولكن ان هو بطء تيجوالي فيت افتر ديليفري، بيبدا ان هو يختفي بعد الديليفري. بعد كده اللينيا نيجرا قال لي ده بيكون عباره عن دارك لاين، اللي هو الخط اللي بيبقى بني ده، اللي هو موجود بين الامبلاكس والسيمفيسيس بيبس. بعد الديليفري بيبدا ان هو ايه يختفي، يبهت، وبعد كده ايه يختفي. بعد كده اللي هو الاستيريا جرافيديرا. الاستيريا جرافيديرا ديت عبارة عن ايه؟ عبارة عن خطوط حمراء كده بتبقى موجودة نتيجة ايه؟ نتيجة ان الومن بيحصل زيادة في الوزن بتاع الست الحامل دي، في الأماكن اللي بيحصل فيها زيادة بيعمل استريتشنج للسكن، السكن بيتمدد، فبتحصل اللي هو الايه الاستيريا جرافيديرام دي. يبقى as a woman with increase stretching of the skin occur over area of maximal growth as the abdomen with thigh and the breast. These are reddish slightly depressed streak appear in the later months of pregnancy. It may be due to بتكون نتيجة ايه؟ نتيجة للربشر of subcutaneous elastic tissue. Then usually fade بتبدأ انها تقل after delivery or become white، او بتبدأ انها تكون لونها ابيض but don't completely disappear، ولكن مش بتختفي تماما، وبطلق عليها ساعتها في الوقت ده ستيريا البيكنز. بعد كده السويت جلاند. بالنسبه للسويت جلاندز، الست وهي حامل بتعرق اكتر من النون بريجننت وومن. يبقى السويت جلاند اكتيفيتي اوف ذا سويت جلاند ثرو اوت ذا بودي يوجوالي انكريز دورينج البريجنانسي. بعد كده السكين ديس اوردر اند السكين بروبلم اسوسييتد ويز البريجنانسي، بتشمل ايه؟ نون انفلاماتوري بريورتيز اند اكني فالجيريز سبيشيالي ان الفيرست ترايمستر. بعد كده الكارديو فاسكولار سيستم تشينجز. ايه هي التغيرات اللي بتحصل في الكارديو فاسكولار سيستم تشينجز؟ اول حاجه عندي الهارت. الهارت حجم القلب بيبدا ان هو يزيد خلال البرنسي عشان يمد او يزود الفيتوس بالنيوترينت اللازم عشان خاطر يحصل له جروينج. يبقى the heart may increase in size during the pregnancy due to increase in its workload because it has to pump blood to the pregnant woman and to the fetus throughout the placenta. كاردياك اوت بوت، طبعا مادام حجم القلب هيزيد يبقى الكاردياك اوت بوت هيزيد حوالي 40% عن النون بريجننت في عند الاسبوع العشرين تو بي مينتيند انتل تيرم. ديورنج الليبر كاردياك اوت بوت برضو بيزيد خلال السكند ستيج من الليبر نتيجه للبين واليوترين كونتراكشن اند الاكسبالسيف ايفورت بوشنج ذا بلاد انتو ذا جنرال سيركيوليشن. البلاد بريجر، بالنسبه للبلاد بريجر بيحصل له ديكريز في السكند تريمستر نتيجه لايه؟ نتيجه ان البروجسترون بيعمل فازو دايليتور للبين والبلاسينتا سو ديكريز التوتال بريفرال ريسيستنس. السوباين هايبوتنشن مي كوز فينتنس، بيعمل اغماء سبيشالي ان الليت بريجننسي ديو تو بريجر اوف الجرافيوترس اوف الانفيريور فينا كيف، ان اليوترس بيعمل ضغط على الانفيريور فينا كيف. Impairment of the venous return to the heart decrease the cardiac output and low blood pressure. بعد كده الفينز الأوردة، اللي بيحصل في الفينز اللي بيحصل فيها الباري كوستس in the lower limb and vulva may occur due to back pressure نتيجة للضغط from the compressed inferior vena cava by the pregnant uterus. Relaxation of the smooth muscle in the wall of the vein by progesterone. الإديمة اللي بيحصل الست الحامل اللي هو الإديمة اللي هو بيحصل لها إديمة اللي هو الورم ده بيكون مور كونديشن في البريجننت وومن، خاصة لو هي بتعمل ستاند فور لونج تايم دورنج ذا داي، بتقف كتير بالنهار. إديمة اوف ذا هاند مي اولسو اوكر، ممكن يحصل لها إديمة في الهاند. بس عشان خاطر كده ان انا بعمل ادفايس الومن ان هي تستريح في السرير في تستريح يعني، وهي قاعده تعمل رايز للفيت وهي عشان خاطر ده بيعمل ايه امبروف للريتين اوف البلاد اون هير هارت اند ديكريز السويلنج اوف الليج. الفينس ستيسيس ان ذا لور اوف ذا بازي ديو تو كومبريشن اوف البلفيك فين باي جرافيتي يوترس ريزلتنج ان البرفس فين والانكل ايديما اند الهيمورويد. بعد كده الهيماتولوجيكال تشينجز، قال لي البلاد فوليوم، يبقى التوتال فوليوم اوف البلاد بيحصل له انكريز
وبرضه ان التوتال فوليوم اوف البرود بعمل له ميجر باللتر، بيزيد حوالي من كام، من 30 لـ50% في البريجنانت وومن. علشان خاطر كده بقول ان البريجنانت وومن في نهاية الحمل بيكون حوالي عندها 1.5 لتر زي النون بريجنانت. بعد كده البلازما فوليوم بيزيد حوالي 40%، والريد برضو بلاد سيل بيزيد حوالي 20%، بتأدي لحاجة اسمها هيموستاسيس، ليكوسايت برودكشن انكريس تو ان افريج من 5000 لـ1200 برميل. هاير سيركيليتنج بلاد فوليوم از ريكوايرد، بتطلب ليه؟ عشان اوفر اللي هو تو بروفايد اكسترا بلاد فلو كثير من الدم خلال البلاسينتا نيوترينت اند اوكسجين كان بي ديليفرد تو ذا فيتس، بيقدر ان هم يوصلوا للفيتس. ذا انكريزد ان بلاد فوليوم از كوزد باي تو تشينجز، بيتسبب بواسطه حاجتين. اول حاجه نتيجه لانكريز الفوليوم اوف البلاد بلازما الفلو بارت اوف ذا بلاد، تاني حاجه انكريز النمبر اوف الريد بلاد سيل ان ذا سيركيوليشن. بعد كده الريسبيراتوري سيستم اتشنجز، ايه هي التغيرات اللي بتحصل في الريسبيراتوري سيستم اتشنجز؟ بيحصل عندي ديزنيا، ديزنيا دي بتحصل خاصة في اللاست تريمستر. نتيجة ايه؟ نتيجة ان اليوترس بيحصل له لارج، فبيعمل ليفيجن للدايفرام، بيعمل الديزنيا دي. تاني حاجة نتيجة البارشال ديو تو هايبر فنتيليشن اند انكريز السنسيتيفيتي تو هايبر فنتيليشن اوف ذا ريسبيراتوري سيستم اف زي ريسبيراتوري سنتر تو سي او 2، اللي هو النهجان ده بيحصل نتيجه لزياده السي او 2 نتيجه للهاي بروجسترون ليفل. بعد كده الكل بيقول ان كل ما اليوترس بيحصل له انورجس بيعمل ابورد اند اليفيت، بيكبر لاعلى بيعمل اليفيت للديافريم. نزل ستافنس اند ابيستاكسيس اللي هو النوز بليدنج مي اوكر نتيجه اللي هو الاستروجين انديوسد ايديما اند الفاسكولار كونديشن اوف النيزال موكوزا. بعد كده اللي هي الجاسترو انتستينال تراكت تشينجز، هي التغيرات اللي بتحصل في الجاسترو انتستينال تراكت. اول حاجه عندي اللي هو نوزا وفوميتنج، النوزا دي وفوميتنج مور كومون ان فيرست تريمستر، نتيجه لزياده هرمون اللي هو الاتش سي جي. يبقى نوزا مورنينج سيكنس اند فوميتنج اوكر ان ايرلي مانثس، دي سمبتوم مي بي ريليتد تو ريليتيف ليفل اوف الهيومن كرونيك جوندوتروفين هرمون. الابيتيت بيحصل برضو ابيتيت تشينجز لما لونج كريفنج اللي هو الست الحامل دي بيبقى عندها لايك ديزاير فود وديس لايك فود. during pregnancy برضو nutritional requirement including those for vitamins and mineral are increased and several maternal alteration occur to meet this demand. بعد كده الهارت بيرن، هارت بيرن ده اللي هو الحرقان اللي الست بتحس بيه، بيحصل نتيجة ايه؟ نتيجة للرفلكس اوف الاسيديك جاستريك كونتنت اوف الاسيفيجاس، ارتجاع الحاجة اللي هو الايه بيحصل في المري. بروجسترون بيسبب ريلاكسيشن لللور اسيفيجال سفنكتر اللي ده بيعمل ضعف في يعني ارتخاء في الصمام بتاع اللي هو الايه المري. عندي انكريز الريفلكس ويزود الريفلكس ميكنج ميني وومن برون تو هارت بيرن. بعد كده الكونستيبيشن، الكونستيبيشن ده بيحصل نتيجة ايه؟ نتيجة ريديوس الموتيتي، قلة الحركة بتاعت اللارج انتستين نتيجة البروجسترون افكت. تاني حاجة نتيجة الانكريز الوتر ابسوربيشن فروم اللارج انتستين اللي هو الالدوسترون افكت، بقى بتحصل نتيجة لقلة الحركة بتاعت الامعاء ونتيجة لزيادة الابسوربيشن بتاع المية من اللارج انتستين بواسطة الالدوسترون افكت. بعد كده الجول ستون اللي هو الحويصلات المريه، واللي مور تندنسي تو ستون فورميشن، بيكون عرضه اكتر انها يكون حويصلات. نتيجه ايه؟ نتيجه الاتوني اللي هو بيحصل ارتخاء في العضله بتاعه اللي هو الجول ستون الجول بلادر، مش بتقدر انها بي بي يعني بتتمدد ومش بتقدر انها تفضي المحتويات بتاعتها. بريجنانسي اوسو بريدسبوز تو ذا بريسبشن اوف كوليسترول جول ستون. بعد كده الهيموروهيد اللي هي البواسير، بتكون نتيجه لايه؟ بتحصل نتيجه للميكانيكال بريشر اون ذا بيلفيك فين واللاكسايتي اوف الفينز والباي بروجسترون والكونستيبيشن. بعد كده الانتستين، الانتستين طبعا كل ما اليوترس حجمه بيكبر كل ما الانتستين يحصل لها ابورد، ات از بليسد ابوردس باي ذا انلارجد يوترس. بعد كده البوسيتشر اندوجين تشينجز، البروجنانت وومن بيكون عندها تشينج في البوسيتشر، كل ما البيبي حجمه بيكبر كل ما الابدومن بتاعتها بيحصل لها ترانسفورم من الفلات
الى very convex bulging outward بتكون خارجة لبره. increasing the curvature of her belly بيزود الانحناء بتاع الظهر بتاعها. بعد كده بيقول لي ان الويت اوف الفيتس والانلارجد يوترس والبلاسينتا والامنيتك فلويد دول كلهم توجذر بيعملوا ايه increasing the curvature بتاع البال put a large strain on the woman's bone and muscle as a result many pregnant women's get back pain. لذلك ان معظم السيدات الحوامل بتشتكي من ايه من back pain وجع في الظهر. بعد كده بيقول لي ان برضو نتيجه البروجسترون هرمون البروجسترون ده بيعمل ايه بيعمل كوزس الوسنج اوف ليجمنت بيعمل فقد في الاربطه. لذلك ان المفاصل اندوجين فور او زبل. لذلك ان الست البريجننت وومن دي بتكون عرضه اكتر ات جريت ريسك اوف الاسبرينسز اند الليسترين ان هو يحصل لها التواء والتوتر العضلي او الشد العضلي بيكوز ليجمنت ار لوسر اند بيكوز ذا بوستشر هاز تشينجز نتيجة اللي هو الليجمنت بيحصل لها رزر والبوستشر بتاعتها بتتغير. بعد كده اللي هو البادي ويت تشينجز. البادي ويت تشينجز بيقول لي ان الاكسبكتد انكريز اوف الويت ان هيلثي وومن ان ان افريج بريجنانسي وير ذير از ا سنجل بيبي از اس فول بتكون اتخلقت ازاي بقى. بيقول لي ان في حوالي اول 20 اسبوع بتزيد حوالي 2 كيلو جرام. بعد كده بتزيد نص كيلو كل اسبوع لحد الفول تيرم 40 ويك. بعد كده اتوتال اوف 9 ل 12 كيلو جرام دورنج ذا بريجنانسي. يبقى انها الزياده دي بتيجي في نهايه البريجنانسي. الست دي بتزيد من حوالي من 9 ل 12 كيلو جرام. برضو بيقول ان الليك اوف سيجنيفيكانت ويت جين ممكن يكون may not be a cause for concern in some woman but it could be an indication يعني مش ممكن يكون سبب متعلق بالسيد بالست الحامل دي ولكن ممكن يكون indication ان الفيتس بتاعها مش بينمو كويس اللي هي intrauterine growth restriction. ايه هي الفاكتور اللي بتعمل انفلونس للويت جين؟ اول حاجة عندي اللي هو degree of الاديمه dietary intake and metabolic rate vomiting والدايريا السموكنج والهايبرتنشن والدايبيتيز امنيتك فلويد السايز اوف اليوترس ماتيرنال ايج اند ريست البري بريجننسي بودي سايز. ميتابوليك تشينجز اللي بيحصل في الميتابوليك تشينج اول حاجه بيقول ان البيزا الميتابوليك ريت انكريز سلولي اوفر ذا كورس اوف البريجننسي باي 15 ل 20% يزيد خلال الكورس بيزيد حوالي من 15 ل 20%. water metabolism there is tendency to water retention secondary to sodium retention. protein metabolism there is tendency to nitrogen retention for fetal and maternal tissue formation. carbohydrate metabolism pregnancy is potentially diabetogenic or gestational diabetes. alimentary glucosuria may occur in early pregnancy. renal glucosuria may occur in the middle of pregnancy. fat metabolism there is increase in plasma lipid with tendency to acidosis. mineral metabolism there is increase the demand for iron calcium phosphate and magnesium. بعد كده urinary tract changes هي الحاجات اللي بتحصل في urinary. اول حاجة بيقول عندي frequency of micturition اللي هي الست بتدخل الحمام على طول خاصة في الفيرست تريمستر. نتيجة ايه؟ النتيجة ان البريدر اللي بيكون على البريدر ان كل ما اليترس البريدر اللي بيحصل على البريدر ولكن ده بيختفي ديسابير افتر 12 اسبوع بعد لما اليوترس بيكون ابدومين. بعد كده بيبدأ ان هو يرجع تاني في اللاست مانث لما الهيد بيكمز انجيجد ان ويتش ذا هيد كومبريس ذا بريدر. بعد كده يبقى الفريكوانسي اوف الميكتيريشن ان ذا فيرست تريمستر ديو تو بريشر اون ذا بلادر باي ذا بريجننت يوترس اند كونديشن اوف البلادر ميكوز بس ذس يوجوالي ديسابير افتر 12 ويك وين ذا يوترس بيكام ابدومينال ذس ذن ريكور ان ذا لاست مانث وين ذا هيد بيكام انجيجد ان ويتش ذا هيد كومبريس ذا بلادر. بعد كده مايلد جلوكوسيريا اور بروتونيريا مي اوكر بيكوز انكريز اوف الجلوميرولر فلتريشن ريت مي اكسيد ذا ابيتي اوف رينال تيوبولز تو ري ابسورب الجلوكوز اند البروتين. بعد كده الكدني حجمها بيزيد وذلك الرينال بلاد فلو والجلوميرولر فلتريشن ريت بيزيد حوالي 50%.
بعد كده اليوريتر، اليوريتر بيحصل له اتونيك، بيحصل له ظهر تخيل في العضلات او ضعف في العضلات نتيجة لايه، للهاي بروجسترون ليفل. دايليشن بيحصل امتداد في اليوريتر اند رينال بليفز ديو تو، نتيجة ايه، نتيجة للريلاكسيشن اوف اليوريتر باي ذا افكت اوف البروجسترون، تأثير اللي هو البروجسترون والبريشر اجنست ذا بيلفيك برايم باي ذا يوترس بارتيكولاري ان ذا رايت سايد، والبريشر اللي هو اليوترس بيعمله خاصة في ناحية الايه، الجانب الايمن. البلادر، اللي بيحصل في البلادر اللي السموث ماسل اولسو ريلاكس انكريزنج الكابيستي اند ريسك اوف يورينال تراكت انفكشن. بعد كده بيحصل يورينال ستريس انكونتينس، اللي هي ايه، ده بتدخل الحمام على طول نتيجة ايه، ماي اوبزيرف ان الليت بريجنانسي نتيجة ايه، نتيجة لليوريثرال اسفنكتر ويكنس، ضعف في الصمام بتاع اليوريثرا ان ليت بريجنانسي، بيقول ان الومن بتبدأ انها تستيقظ بالليل وتروح الحمام كتير نتيجة ايه، نتيجة ان الفلويد ريتينز ان الليج اند الفيت ديورنج ذا داي، الاوديما از ابسوربد انتو ذا بلاد سيركيليشن وير هي الليج ار ريست ان البيد. يبقى لما بتبدأ انها ترفع رجليها بتبدأ الفلويد تاني يحصل اللي هو السيركيليشن بتاعتها، وتبدأ يحصل لها ري ابسورب تاني وتروح للكني، والكني تعمل فلتريشن ليها وتبدأ انها تعمل ايه، يورينيشن. لكني اكستراكت اكسس فلويد اند تيرن ات انتو يورين سو ذا بلادر فيلز مور كويكلي ات نايت. بعد كده الماسكولوسكيليتال اتشنجز انكريز، اللي تشنجز اللي بيحصل، اللي بيحصل انكريز الليفل اوف الريلاكسين، بيعمل كونتريبيوت باك بين اند بابوكس سيمفيسيس ديس فانكشن، ضعف في منطقه العينه، شيفت ان البوستشر ويز اكسجريجيتد لامبر لوردوزز ليدنج تو تيبيكال جيت اوف الليد بريجنانسي، اللي هو بيعمل بيحصل انحناء في العمود الفقري، انكريز الموبيليتي اوف ذا بيلفيك جوينت ديو تو سوفتنج اوف ذا جوينت اند الليجمنت كوزد باي بروجسترون اند الريلاكسين، بيحصل ماسل اسباسم. بعد كده الريفرنس، بعد كده ثانك يو.